النهارده هيكون معايا فقرة مسك وعنبر وأجمل أنواع الزهور. النهارده هيكون معايا لقاء خاص جدا ومختلف جدا مع فنان كبير وقدير. فنان لينا سنين وسنين ما ملناش عينينا بيه ولا سمعنا منه أحلى حكاويه اللي بيحكيها، ووحشتنا طلته الحلوة. بس كفاية دول إنهم يخلوني أنزل وأروح له وأزوره في بيته، إيه المشكلة؟ عشان أعمل معاه أحلى حوار اتعمل، أحلى حوار من الحوارات وأمتع الحوارات اللي عملتها في حياتي. متعة أنا مش عارفة أحكيها لكم. إعجاب ليس له حدود. شخصية تجذبك من أول كلمة. بساطة وتواضع. وحشونا، ما بنشوفهمش بقالنا كتير على فكرة. رقي واحترام ولطف وإنسانية وخلق يعجز اللسان عن وصفه. ودي دايما أخلاق الكبار. أنا خرجت من الحوار ده بدروس، ودروس كتير، منها إنه التعامل بين الناس وبعض بالرحمة بينتج عنه اللين وينتج عنه الرفق، وإن اللطف من شيم الكبار على فكرة. أوعى تفتكر إنك لما تعمل كده فأنت فظيع. اللطف، الإنسان اللطيف يبقى إنسان كبير في خلقه وشخصية كبيرة. والأمل والمودة على فكرة هما مفتاح السعادة. والإنسانية عطاء في حواري مع ضيفي على فكرة. أنا رحت رحلة لعالم الذات كان فيها سعادة لما سمعت البداية لحد ما وصلت للنهاية. لكن ضيفي رافض النهاية، لأنه رغم مرور سنين في حياته العمرية لكنه لسه متمسك ومصر. مصر على العمل، لا يتوقف عنده بتقدم السن. وقال طالما فيا نفس فمازال العطاء مستمر. شخصية ضيفي عنيد، شخصية عنيدة. ليه عنيدة؟ متمسكة بالحياة، وطلباته كلها بسيطة، إنه هذا الجيل جيل الفن بكل أنواعه لا يقطع التواصل، تواصله وعدم الاستغناء عن جيل العظماء. جيل العظماء يا جماعة خبرة وعطاء وإضافة ومهنية ومسيرة، مسيرة طويلة من تاريخ. تاريخ إيه؟ تاريخ الفن المصري. وجيل العظماء ده اللي المفروض إن إحنا نتمسك بيه، لأنه هو ده التراث، تراث الفن. إزاي يا جماعة نغفل عن تراث الفن المصري؟ ده لسه موجود ولسه قلبه بينبض دقات وحب وعمل وعطاء
هو عايز احنا ليه مش عايزين؟ هم عايزين هذا الجيل لسه مصر انه لسه موجود، عايز يبقى عنده عطاء، عايز يستمر، مش عايز يحس ان احنا نقول له خلاص راحت عليك كبرت في السن اقعد في البيت. احنا ليه بنمسك في تراب وبنسيب الذهب؟ هم دول الذهب على فكرة، لما بتتعامل معاه تتعب شوية بس بتتعلم كتير. اتعصب حبتين بس ده إضافة ليك. وبعدين بتتعب وتتعصب قد إيه عشان كبر شوية؟ ارحم بس خليه يشتغل، خليه يطلع الطاقة اللي عنده. هو حريص على إنه يطلع طاقته. كل هذا الجيل زيادة حبتين، يعني عندهم حرص زيادة حبتين في النسيان، زيادة حبتين في الطلبات. احتووهم، احتضنوهم. أنا زعلانة قوي من الشباب المخرجين والمؤلفين والمنتجين اللي ناسيين الذهب وتراث مصر. افتكروهم، دول إضافة. أنا أتمنى أشوف عمل درامي في رمضان إنه يكون هذا الجيل أو هذا الفنان وجيله اللي هتشوفوا لقائي معاه النهاردة. نفسي إنه أي حد من الفنانين اللي عندهم دماغ وإنسانية إنه يختار هذا الفنان العبقري. ده إنسان نجح من أول عمل في حياته. اللي هيعمل ده هيبقى إنسان على فكرة قبل ما يكون فنان. والفنان إذا ما كانش عنده إنسانية ما يلزموش، ما يلزمناش، ما يلزمش جمهوره. إلقوا نظرة على هذا الجيل وكرموهم، شغلوهم في أعمالكم، والله هتنجح هذه الأعمال وهتتملي بركة. والحب والإنسانية على فكرة اللي ورا الكاميرا بتطلع في العمل، والله العظماء دول إضافة وشرف ليكم العمل مع هذا الجيل. أنا مرة تانية هقولها قبل ما أسيبكم لمشاهدة هذا اللقاء، هؤلاء العمالقة أتمنى إنه إحنا نشوفهم، إنكم تجيبوهم في أعمالكم في رمضان القادم.